فكانت تلك الصورة وتلك الهتافات وهذا المشهد. في الوقت نفسه خلينا نشوف الأول الفيديو ده. في الوقت نفسه خرج المقدسيين يعاقبوا الصهاينة على منع الحافلات وزلوهم بقطع الطريق المؤدي لتل أبيب. قال لك انت قطعت علينا الطريق للقدس، احنا هنقطع عليك الطريق لتل أبيب. شوف كده الفيديو ده. الشباب سكر الطريق على الداخل على رايحة تل أبيب، سكر الصيد الثاني. ثبت لي كده الصورة دي لو سمحت يا مصطفى. بص المشهد ده، المشهد ده عنوان للمقاومة السلمية، للعصيان المدني، لأن محدش يلوي دراعك. درس من الشعب الفلسطيني لما حد يبقى عايز يوقفك عن طريقك تتعامل معاه ازاي. بص المنظر، مش انت منعتني ان انا اوصل للقدس، مش انت قطعت عليا الطريق الرايح، انا هقطع عليك الجاي. وما فيش حد رايح تل أبيب، وواحدة بواحدة، والبدي أظلم. تعرف تعمل كده؟ تعرف تعمل كده؟ تعرف تقول للي بيظلمك مش أنت ظلمتني وقطعت عليا طريقي، أنا كمان هقطع عليك طريقك؟ بسلمية. ما فيش أكل، ما فيش دم، في تفكير، في رغبة، في إرادة. العجيب في الشعب ده إنه بيقدم التضحيات دي وهو بيبتسم وهو بيغني، وبيتحول الشاب الأعزل لأقوى آلاف المرات من الجندي المدجج بالسلاح. الصور اللي جاية هتعرض لك صور حديثة وأرشفية هتظهر ابتسامة الفلسطينيين أثناء اعتقالهم، ودي لو تعلم قد إيه هي موجعة للظالم وللمستبد وللمحتل وهو شايف إنه مش قادر ينتصر عليك، حتى وهو أقوى منك أنت اللي منتصر بابتسامتك. بص الصور، بص المشهد، شوف البنت هي مبتسمة ازاي في وسطهم. شوف المشهد، شوف منى الكرد وشوف غيرها، شوف الضحكة. ادي المشاهد الحقيقية، ده تاريخ بيصنع. ما هذه الصور يا جماعة ما بتأتيش من فراغ، ده تاريخ بيصنع. الناس دي شعب حقيقي مؤمن بقضيته. لما تبقى مؤمن بعدالة قضيتك وبقوة موقفك حتى لو انت طفل صغير هيبقى مش فارق معاك، هتتبسم في وجه الردى ولا هيهمك، لأن هتبقى أنت المنتصر. والحقيقة إن هم من جواهم شعرين، قوات الاحتلال شعرين إنهم منهزمين، شعرين في قرارة أنفسهم إنهم مغتصبين، علشان كده خايفين ومدججين بالسلاح. البسمات دي لوحدها كفيلة إنها تبث الأمل في نفس هذه الأمة اللي بتتلقى، عمالة تتلقى الضربات واحدة تلو الأخرى. والله العظيم كفى بهذا المشهد ان انت تطلع بيه انك تتفائل، وانك تعرف ان الأمة دي منصورة. والله طول ما فيها الرجالة دول وطول ما في امل، السخرية من الجندي المدجج بالسلاح ما وقفتش عند الابتسامات، وصلت لرفع العلم الفلسطيني. عربية شرطة من شرطة الصهاينة معدية، قاموا الشباب الفلسطيني طالعين فوقها وعموا معلقين عليها علم فلسطين. بص كده المشهد ده. خد علم، خد علم، الله يستر، هاي الشرطة علم فلسطين. خد علم، خد علم، الله يستر. مين المهزوم؟ مين المغلوب ومين الغالب؟ مين القوي ومين الضعيف؟ مين اللي بيرسم وبيفرض موقفه على الأرض؟ تحية لكم يا شعب الرباط، يا شعب الرباط والمقاومة، واعذرونا، والله اعذرونا، اعذروا اخواتكم في مصر وفي السعودية وفي الإمارات، في الأردن، في المغرب وفي السودان وفي سوريا وفي العراق وفي كل الدول العربية والإسلامية، اعذرونا. لأنه للأسف والله ما احنا قادرين ننصركم، مش قادرين نقف جنبكم كتف في كتف. اعرفوا ان الصهاينة عمرهم ما كانوا بيتجرأوا على الأقصى والقدس إلا بعد ما شافوا الثورات المضادة اللي ذبحت الربيع العربي بدم بارد، أو على رأي عبد الله الطحاوي
لما كتب على صفحته بيقول انه ازدهار الصهاينة للأسف لمثل هذه اللحظات تم حصار الربيع العربي وقمع الشعوب. إسرائيل تزدهر عندما تزدهر السجون العربية. إسرائيل تقوى حينما تحكم الشعوب أو تحكم الشعوب بأنظمة مستبدة ظلمة. من مصلحة إسرائيل الأولى ألا يعيش المواطن العربي حراً كريماً. هي دي الحقيقة وهي دي المعادلة. إسرائيل تقوى حينما تحكم شعوبنا بأنظمة مستبدة قمعية. إسرائيل تقوى حينما يضعف الإسلاميون ويضعف المصريون ويضعف العرب. وفكرك بحاجة، بعد ثورة يناير مباشرة كان أكبر مظاهرة قدام السفارة الإسرائيلية وإنزال علم الاحتلال، وأحمد الشحات لو تفتكروا اللي طلع وتسلق السفارة ونزل العلم. الشعوب عارفة كويس، عارفة الحق المسروق، وفي يوم من الأيام هتلبي الندى. في يوم من الأيام وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ووالله إنه لقريب.